بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 128. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك. هذا السائل يسأل عن سورة القدر، عن شرحها. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ويقول ما سبب النزول في هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبب النزول والله أعلم البيان للأمة كيفية نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان بلا شك، ولكن في أي ليلة؟ الراجح أنها ليلة 27 من شهر رمضان. قال تعالى: إنا أنزلناه أي القرآن في هذه الليلة في ليلة القدر، والمعنى والله أعلم أنه ابتدأ نزوله في ليلة القدر ثم نزل متتابعا في مدة 24 سنة هي حياة الرسالة التي عاشها صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يردد بعض العامة فضيلة الشيخ ويقولون بأن اختلاف العلماء في المسائل الفقهية رحمة. الاختلاف ليس رحمة، الاختلاف ليس رحمة، الرحمة في الاجتماع، ولكن الاختلاف على قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع مثل اختلاف المفسرين في معنى الآية، تكون الآية لها عدة معاني وكل مفسر يأخذ بمعنى من معانيها، هذا اختلاف تنوع. أما اختلاف التضاد فهو الاختلاف الذي لا يحمد، اختلاف التضاد لا يحمد، ولا وقد صان الله هذه الأمة عنه والحمد لله. نعم. هذا السائل خالد علي يقول الشيخ عبارة: الجزاء من جنس العمل، ما معنى هذا مأجورين؟ نعم، الجزاء من جنس العمل، هذا معروف. العقوبة على المعصية والمخالفة تكون من جنسها، من جنسها، هذا من العدل الذي جاء به هذا الشرع المطهر. نعم. يقول خالد علي الشيخ أيضا: هل هذا حديث البر لا يبلى والديان لا يموت؟ لا أعلم أن هذا حديث، ولكنه على ألسنة الوعاظ، على ألسنة الوعاظ، ومعناه صحيح. نعم. يقول أيضا في آخر أسئلته: الصدق مع الله نجاة. بعض الناس فضيلة الشيخ قد يفرط في هذا الصدق، فما توجيه الشيخ في ذلك؟ الكمال لا يحصل، لا بد من النقص، طبيعة الإنسان، والكمال لا شك أنه أتم وأحوط وأجمل، ولكن الإنسان يحصل منه خلل ويحصل منه مخالفة لكنه لا يقصدها، تجري عليه، وباب التوبة مفتوح والحمد لله. نعم. هذا السائل الشيخ يقول: أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إماما قانتا لصبره وتضحيته في تبليغ الدعوة إلى الله، ماذا يستفاد من هذا مأجورين؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. هذه صفات من صفات إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة هي قدوة، قانتا لله، والقنوت هو دوام طاعة، حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، ولم يكن من المشركين بل كان موحدا مخلصا لله عز وجل، وهو إمام الموحدين وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا، هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام، شاكرا لله عز وجل، شاكرا نعم الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ، رفع اليدين في دعاء السفر هل هو وارد، وما صفة رفع اليدين في الدعاء؟ لا أعلم أن
أن اليدين ترفع في دعاء السفر، لكن يدعو بدون رفع يدين لتستوى على ظهوره يعني في السفر. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا دعاء السفر ينبغي للمسلم أن يحفظه وأن يدعو به عند بداية سفره. فضيلة الشيخ، هذه الأخت السائلة أم عبد الله تسأل بأن عندها مجموعة من الأولاد وأعمارهم في 14 و15 في المراهقة، وتقول بأنني أعاني كثيرا في صلاتهم، فبعضهم يخلد إلى النوم والبعض يذهب إلى الغرفة الثانية، ووالدهم متساهل يقول اتركيهم يكبرون ويعقلون ويصلون. بئس ما قال هذا الأب، واجب عليه أن يساعد أم الأولاد على أمرهم بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الله جل وعلا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يصبر الإنسان على أمر أولاده وإلزامهم بالصلاة وعلى ضربهم إذا بلغوا العاشرة، ويصبر على هذا لأن هذا يشق عليه بلا شك، ولكن يصبر إلى أن يكبروا ويهديهم الله، وهذا من التربية الحسنة الواجبة على الأبوين. نعم. هذا سائل مصري مقيم بالرياض يقول فضيلة الشيخ ما أفضل الأنساك، وإذا كان الإنسان مقتدرا وحج مفردا هل تقبل حجته؟ تقبل حجته على ثلاثة أنواع: أن يحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، أن يحرم بالعمرة والحج قارنا، أن يحرم بالحج وحده. هذه الأنساك التي يحرم بها المسلم وأفضلها التمتع. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما موقف الشريعة من الشخص الذي أخر توزيع التركة على إخوانه وأخواته أكثر من 10 سنوات؟ لا يجوز له ذلك إذا طلبوا القسمة أو طلبها أحدهم، وجبت القسمة وإعطاء كل ذي حق حقه، ولا تحبس التركة من غير عذر شرعي. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل عن حكم زكاة القرض، إذا أخذ الإنسان قرض من إحدى المؤسسات هل عليه زكاة؟ إذا حال عليه الحول وهو في يده ويبلغ النصاب فأكثر، فإن عليه إخراج الزكاة، إخراج زكاته منه. نعم. هذا يسأل الشيخ عن حسن الخاتمة، ويقول إذا توفي الشخص ليلة الجمعة أو وهو ساجد هل يعتبر هذا من حسن الخاتمة؟ يرجى له ذلك، نحن ما نجزم لكن نرجو له ذلك. إذا مات في الوقت الفاضل أو في البلد الفاضل مثل مكة والمدينة يرجى له الخير. نعم. يقول الشيخ هل صدقة الحي عن الميت تنفعه في قبره؟ بلا شك، صدقة الحي عن الميت إذا تقبلها الله تنفع الميت في قبره، لأنها عمل صالح. كان المسلمون يتصدقون عن أمواتهم ويصل ثوابها إذا تقبلها الله إلى الميت. نعم. هذا يسأل يقول أرجو من فضيلة الشيخ الإفادة عن نكاح الشغار إذا تم، كيف يتخلص من ذلك مأجورين؟ هذا يرجع إلى القاضي، إذا كان فيه نكاح شغار يرجع فيه إلى القاضي وينظر فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما السنة عند نزول المطر أن يعمله المسلم ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة عند نزول المطر أنه يخرج ويحسر عن رأسه ليصيبه المطر، لأنه رحمة، ويقول مقرنا بفضل الله وبرحمته، اللهم صيبا نافعا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يا شيخ هذا السائل عن حكم دفع الزكاة لبناء المساجد وعن ملحقاتها. لا يجوز هذا، الزكاة لا تدفع لبناء المساجد والمشاريع الخيرية، وإنما توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فلا يجوز أن تصرف عن هذه الأصناف الثمانية، إما أن يعممها
وإما أن يصرف في بعضها لا بأس، إذا أعطاها للفقراء أو أعطاها للغارمين لصنف واحد أجزأت. نعم. المساهمة في بناء المسجد يا شيخ، مثل ساهم في الحديد أو في البلوك أو في المراوح والمكيفات، له من الأجر بقدر ما ساهم وبقدر ما بذل. نعم. شيخ، هذا يسأل صاحب مكتب عقاري عن ضابط العربون الذي نأخذه من الشاري أو المستأجر للشقق. العربون هو جزء من الثمن أو الأجرة يدفع عند العقد، إذا كان العقد عقد خيار وأخذ العربون فإنه له أخذ العربون على الصحيح، وهو ملك للبايع سواء مضى المشتري وأثمل الصفقة أو تراجع عنها، فالعربون للبايع. نعم. هذه الأخت السائلة تقول: والدتي توفيت في منتصف رمضان العام الماضي، وتقول بأنها أفطرت 5 أيام في مرضها، ونريد أن نصوم عنها الشهر كاملا الآن أنا وأخواتي. ليس عليها صيام، إذا مرضت تركت الصيام من أجل المرض وماتت في مرضها فليس عليها صيام ولا يصام عنها. نعم. حديث الشيخ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم، هذا في الصيام الثابت في الذمة، إذا مضى عليه وقت يستطيع القضاء ولم يقضي ومات قبل القضاء فإنه يقضى عنه، يقضيه عنه وليه، وهذا من القيام بحق الميت ويبري ذمة الميت. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أخذ شخص مني وهو قريب لي وزميلي في العمل مبلغ من المال ما يقارب من 20,000، نظرا لعسره لم يرده علي إلا بعد 6 سنوات، هل أزكي هذا المال أم هو عليه الزكاة؟ إذا كان معسرا لا يستطيع السداد في هذه السنوات فليس في هذا المال زكاة، على ليس فيه زكاة على صاحب الدين، لأنه لا يدري هل يأتي هل يحصل عليه أو لا، وإنما يزكيه في سنة القبض عن سنة واحدة هي سنة القبض. نعم. هذا أحمد من جازان يقول: الشيخ صالح حفظكم الله، ما صحة حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم أو جاءهم ما يشغلهم، ما يستفاد من هذا الحديث؟ الحديث صحيح، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد في وقعة مؤتة، وجاء خبر استشهاده رضي الله عنه إلى أهله، انشغلوا عن صنعة الطعام لهم في بيتهم، عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم، يعني مشغولون بمصيبتهم، ففيه دليل على صنعة الطعام لأهل الميت بقدر حاجتهم. نعم. نختم هذا اللقاء ببعض الأسئلة لأحد الإخوة عن استفسار عن بعض الكتب، يقول: كتاب البداية والنهاية، ماذا ترون فيه فضيلة الشيخ وماذا يتحدث هذا الكتاب؟ هذا الكتاب كتاب تاريخ للإمام ابن كثير، كتاب تاريخ وهو كتاب مفيد وموثوق أيضا. نعم. كتاب الترغيب والترهيب، هذا كتاب حديث للإمام المنذري، فيه أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، هذا الترغيب والترهيب، فإذا قرأ الأحاديث التي فيها ترغيب فإنه ينشط على العمل الذي ورد ذكره في الأحاديث التي قرأها، وإذا قرأ الأحاديث التي فيها الوعيد فإنه يرهب من الوعيد ويخاف من العذاب ويترك السيئات والمعاصي، هو كتاب نفيس. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لكم أنتم أيها السادة على تواصلكم مع هذا البرنامج المبارك، وشكرا لفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.